السلام عليكم ومساكم الله بالخير أحبتي. مسلسل رشاش إساءة واضحة ومتعمدة للشعب اليمني وعلى عفة وحياء وشرف المرأة اليمنية، بل تعدى ذلك وأساء للأعراف والأسلاف والعادات والتقاليد. أما الشعب السعودي الشقيق رجالا ونساء فليس لهم علاقة بالموضوع بتاتا، ولا يجب علينا أن نقحمهم في الموضوع نهائيا. الشعب السعودي هم إخواننا وأخواتنا، تجمعنا بهم روابط الدين والأخوة والنسب والعرض. سمعتهم وسمعة نسائهم من سمعتنا وسمعة نسائنا، كما أن سمعة نسائنا من سمعة نسائهم. نحن لا نعترض على الشعب السعودي أبدا، نحن نعترض على المسلسل المسمى رشاش، وبالأخص على المقطع الذي يسيء فيه إلى ماجدات اليمن. ونصيحتي لإخواني اليمنيين وخصوصا صناع المحتوى، لا أحد يغلط على إخواننا السعوديين أو يعمهم أو يصفهم بشيء لم يفعلوه. وجهوا سهامكم وانتقاداتكم على ممثل ومخرج مسلسل رشاش، حتى لا نكره بعضنا كشعوب من أجل أخطاء فردية يقوم بها البعض. حبايبي، بالعقل والمنطق خلونا واقعين. المخرج تعمد إضافة هذا المقطع، ليش؟ إيش السبب اللي خلاه يتعمد إضافة هذا المقطع؟ لأنه يريد زيادة الإثارة في المسلسل وإشعال الحماس وجذب أكبر عدد من المشاهدين. لكن يا أيها المخرج، ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ أيها المخرج، ترى الإثارة وإشعال الحماس وجذب المشاهدات لا تكمن أبداً في جرح الشعوب والتكلم في أعراضهم. هناك خطوط حمراء يا مخرج مسلسل رشاش، لا يجوز أبداً لأي مخرج أو ممثل الاقتراب منها، كالدين والعرض والعادات والتقاليد لكل شعب. هذه ممنوع الاقتراب منها أبداً. إذا أردت أن تزيد الإثارة والحماس وجذب المشاهدات، ابحث عن أي أسلوب آخر تزيد به الإثارة والحماس غير جرح الناس وجرح مشاعرهم. عزيزي المخرج، نحن الآن في القرن 21، والمرأة اليمنية لا زالت تتميز بالعفة والشرف والحياء رغم التبذل والانفلات والتطور في زماننا هذا. نحن الآن في 2021 في ظل التبرج والسفور والانفتاح العجيب، ولا زالت المرأة اليمنية لا تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها ومع محرمها، وتعتبر في مقدمة الصفوف في شرفها وحيائها وعفتها. لذلك نحن نطالب بحذف هذا المشهد من هذا المسلسل حتى لا نكره بعضنا كشعوب. تأكد أيها المخرج أن الماجدة اليمنية لا زالت تتميز بالشرف والحياء والعفة والكرامة والحفاظ على العادات الطيبة والتقاليد المحترمة والأسلاف والأعراف الأصيلة، وملتزمة بالضوابط الشرعية إلى يومنا هذا. لذلك نحن نطالب بحذف هذا المشهد من هذا المسلسل حفاظا على أخوتنا وروابطنا وأنسابنا، لأننا في الأول والأخير شعوب عربية مسلمة محافظة على الأعراض والدين والدم والمال والعرض. لذلك من السخافة أن يفرق بيننا مشهد من مسلسل كمثل هذا المشهد، ويزرع بيننا عداوة وأحقادا وبغضاء. لذلك حذف هذا المشهد من هذا المسلسل عاجلا غير آجل. حذف هذا المشهد من هذا المسلسل نريده عاجلا غير آجل. وسلامتكم يا حبايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.